بفكر اتقلب عشان يعني بتشرف عليك يا قسما بالله العظيم اتقلب معاك مش هسيبك لا يمكن ماشي فكرت احنا انت بتشتمني جوله عظيمه لريال مدريد في الدوري الاسباني الجوله 26 اللي يعني رغم تعثر ريال مدريد في هذه الجوله لكن جيرونا وبرشلونه رفضوا ان هم يقللوا الفارق مع الريال ورفضوا ان هم يقربوا من الصداره برشلونة تعادلت مع بلباو وجيرونا اتغلبت من ريال مايوركا ورفضوا ان هم يقربوا من ريال مدريد ورفضوا ان هم يقللوا الفارق مع الريال. الريال من جولتين اتعثر امام رايو فايوكانو ورغم التعثر ده لكن في نهاية الجولة الفرق بين الريال وجيرونا كان 6 نقاط وفي الجولة دي الجولة 26 بيكرر نفس الامر رغم تعثر ريال مدريد امام فالنسيا والتعادل 2-2 لكن جيرونا اتغلبت من ريال مايوركا ورفضت ان هي تقلل الفارق وبعد نهاية الجولة الفارق بقى 7 نقاط ما بين الريال وجيرونا وبرشلونة كمان رفضت ان هي تقرب من الريال ورفضت ان هي تقرب من الصدارة كل الفرق خدمت على ريال مدريد وكل الفرق حلفة ان هي محدش فيهم يعدي الريال وحلفة ان لو الريال وقع هم كمان هيقعوا فيعني الدنيا الحمد لله ماشيه كويس وجوله عدت على خير رغم التعثر امام فالنسيا بالنسبه للريال لكن جيرونا وبرشلونه رفضوا ان هم يعني يفوزوا ورفضوا ان هم يقللوا الفارق. جيرونا قبل مباراه ريال مايوركا قلنا ان هم يعني مش هيكسبوا بيلعبوا بره ارضهم وحسينا ان يعني فرصتهم في ان هم يفوزوا مش كبيره رغم ان هم ماشيين كويس الموسم ده والتاني في الدوري لكن كان عندنا احساس ان هم مش هيفوزوا وبالفعل اتغلبوا من ريال مايوركا الناحيه الثانيه وعلى الجانب الاخر برشلونه وبلباو بلباو كسبت برشلونه في الكاس وكمان بلباو عملت مباراه قويه جدا مع اتلتيكو مدريد وكسبوهم 3 في الكاس وجايين من مباراه قويه وعندهم غيابات لكن برشلونه ما استفادش من الاجهاد اللي عند لعيبه بلباو وما استفادش من الغيابات اللي موجوده في بلباو وما قدروش يكسبوهم. برشلونه بعيدا عن التعثر وبعيدا عن ان هم تعادلوا الموضوع الاصعب والنقطه الاصعب في المباراه دي هي قصه الاصابات وقصه اللعيبه اللي بترجع من اصابات وبتتصاب تاني. النهارده بدري اتصاب، ديونج اتصاب، بدري خرج مصاب وطبعا بدري كان راجع من اصابه وفي الماتش ده اتصاب وطلع، ديونج اتصاب وطلع، وجافي اصلا غايب للاصابه. فقصه الاصابات دي ضربت برشلونه بشكل مبالغ فيه ويتسائل عندها الجهاز الطبي لبرشلونه. طبعا هي قضاء وقدر لكن قصه ان اللعيبه بتتصاب وبعد ما بترجع بتتصاب تاني دي عليها علامة استفهام ودي يسأل فيها الجهاز الطبي لبرشلونة. ونفس الكلام موجود طبعا في ريال مدريد. الريال إصابات كتير وإصابات خطيرة ورباط صليبي ولعيبة بترجع من الإصابات وبتتصاب تاني فنفس القصة موجودة في ريال مدريد وبرضو الجهاز الطبي الريال مدريد يتسئل عن القصة دي. فنفس الأزمة اللي موجودة في الريال موجودة في برشلونة قصة الإصابات الكتير لكن برشلونة وعلى مستوى خط الوسط يعني تحس ان الموسم خلاص انتهى والامل اللي كان موجود عند جمهور برشلونة بيتقتل بسبب الاصابات الكتير. النهاردة بدري خرج مصاب ويعني اصابة شكلها هتطول كتير. اصابة ديونج اقل شوية وهيرجع سريعا لكن بدري اصابة اقوى ورجع اصلا من اصابة مع اصابة جافي. فالدنيا في نص ملعب برشلونة بقت مبهدلة. في الفترة اللي جاية هيكون موجود طبعا جندوجان ولوبيز وروميو هم دول اللي هيكونوا موجودين في نص الملعب لكن طبعا في مشاكل واصابات كتير واجهت برشلونه النهارده. ويعني لو هنتكلم عن مباراه دوري الابطال الناحيه الثانيه نابولي فاز على اليوفي 2-1 في الدوري وعمل مباراه قويه امام اليوفي فيعني معنوياتهم مرتفعه والفرقه هناك متكامله عكس برشلونه اللي عنده اصابات كتير. وتعادل النهاردة يعني صعب الدنيا في الدوري فالحالة النفسية هنا أصعب كتير من الوضع هناك في نابولي. نابولي في الدوري الدنيا بايظة والتاسع والسنة صعبة لكن فوزهم على اليوفي 2-1 بيرجع لهم تاني الحماس مرة تانية وبيخليهم
يعني لما يروحوا يواجهوا برشلونة الدنيا هتبقى افضل، خاصة المباراة الاولى انتهت بالتعادل، فاصابات برشلونة هتأثر عليهم في دوري الابطال وهتأثر عليهم على مدار الموسم، والفترة اللي جاية في الموسم هتبقى صعبة بسبب الاصابات الكتير اللي موجودة. فبشكل عام التعادل امر طبيعي في مباراة بلباو، خاصة ان بلباو لسه جاي من فوز مهم على اتلتيكو مدريد في الكاس وكسبان برشلونة في الكاس، فبلباو فريق قوي مش سهل خالص، فالتعادل الى حد ما امر طبيعي بالنسبه لبرشلونه. طيب منطقي انه يمين يامال ما يلعبش اساسي بشكل مستمر، ده طبعا نظرا لسنه، انت بتتكلم في 16 سنه واللعيب كمان يعني ما ينفعش انك تضغط عليه وتحمله اكتر من طاقته، خاصه انه لسه في مرحله النمو بشكل عام. ف يعني اللي حصل مع بدري وجافي لو تكرر مع يمين يامال، او يمين يامال مستواه مميز جدا وبيفرق كتير مع الفرقة، لكن لو شارك بشكل أساسي على طول وبشكل مستمر ده هيأثر عليه جدا، وهيعاني من الإصابات اللي بيعاني منها جافي وبدري على مستوى طبعا الفرقة. مش هتقدر انك تخسر يمين يامال كمان، لانك لو لعبته بشكل مستمر ده هيبقى ضغط كبير عليه، خاصة انه لسه في مرحلة النمو، ومسألة السن الصغير دي يعني ما بتفرقش كلعب وككرة، لكن تفرق كقوة جسمانية وكإجهاد وكقوة عضلية. فمنطقي انه ما يشاركش بشكل مستمر كأساسي، وانه يلعب على فترات علشان يحافظوا عليه، وعلشان ما يحصلش معاه اللي حصل مع بدري وجافي وقصة الإصابات اللي بتواجههم. جواو فيليكس اعتقد ان بعد الإعارة ما تنتهي هيمشي، مش هيكمل مع برشلونة بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هيخلص الإعارة ويمشي. روكي يعني مش كل الماتشات بيبدأ بيها وما بيلعبش كتير كمان، لسه جاي وجايبه علشان يفيدك في المرحلة دي، وما بيشاركش بشكل أساسي بشكل مستمر، فلازم ياخد ماتشات أكتر ولازم يلعب بشكل أساسي أكتر عشان يبان دوره مع الفرقة. في النهاية الريال فضل في الصدارة بفارق 7 نقاط، والفارق 9 كمان بعد نهاية الجولة رغم التعثر أمام فالنسيا ورغم التعادل، لكن جيرونا رفضت الهدية من ريال مدريد، وبرشلونة نفس الكلام رفضت ان هي تدخل في المنافسة ورفضت ان هي تقرب من الريال بعد التعثر امام بلباو. وفي النهاية بعد نهاية الجولة 26 الريال في الصدارة بفارق 7 نقاط عن اقرب منافسي جيرونا في المركز الثاني ب 59 نقطة، والريال فضل على الصدارة فارق 7 نقاط ب 66 نقطة بعد نهاية الجولة 26 من الدوري الاسباني.